سلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مع سابورا بونيت. مرحبا بكم في الجزء الأخير. نتنفس الصعداء في ماراثون الأعداد العشرية. هذا هو الفيديو الأخير أو الجزء الأخير من سلسلة الأعداد العشرية. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا كيفية تحويل عدد عشري إلى كسر عشري. هذا السؤال دارج جدا في التمارين وخاصة في الامتحانات، لذلك ارتأيت أن أفسره بالتفصيل الممل حتى لا تخطئوا فيه. لدينا الكثير من الأمثلة، ثم فيما بعد أحبتي سننتقل إلى المقارنة في الأعداد العشرية، وهكذا ننهي أغلبية الحالات التي قد تعترضكم في عالم الأعداد العشرية. وأرجو حقا أن الإفادة حدثت أو ستحدث، ولكن قبل هذا أوصيكم بالتدريب المتواصل. نعود إلى موضوع حصتنا اليوم، تحويل عدد عشري مثل هذا إلى كسر عشري. حسنا، القاعدة تقول أحبتي لتحويل عدد عشري إلى كسر عشري، إلى عدد كسري يعني، وهذا العدد الكسري يسمى كسرا عشريا. سنتبين لماذا سمي كسرا عشريا، ولكن قبل هذا بصفة عامة علينا أن نغير الكتابة، كتابة هذا العدد العشري وفق صيغة الكسرية. حسنا، القاعدة تقول أن العدد الكسري يتكون من بسط ومقام. ما يكتب فوق السطر يسمى بسطا، وما يكتب تحت السطر يسمى مقاما. هذا بصفة عامة. الآن لنكتب هذا العدد، نحوله إلى هذه الصيغة. أولا عليك كتابة كامل الرقم، أو عفوا كامل العدد دون فاصلة. هنا لدينا هنا 17.08، أنا هنا سأتي وأكتب، انظر، كتبت كل هذا العدد وحذفت الفاصلة. هذه القاعدة تقول، هكذا تقول هذه القاعدة. نعم، الآن البسط، عفوا المقام، كيف سنتحصل عليه؟ لتتحصل على المقام عزيزي التلميذ عليك أن تحتسب كم رقما بعد الفاصلة، قبل الفاصلة. 1 2، ضع 0، ثم فيما بعد 1. انظر، 1708 على 100 يساوي 17.08. انظروا، عدد الأصفار بالضبط هو عدد الأرقام الموجودة قبل الفاصلة. إلى المثال الموالي، لدينا هنا 34.567. كيف لي أن أكتبها وفق الكسر العشري؟ أو اتبع مراحل القاعدة. قال خذ العدد كاملا دون فاصلة، اكتبه في البسط، ثم عد واحتسب عدد الأرقام الموجودة قبل الفاصلة وضع مثلها أصفارا، ثم ضع 1. لا تنسوا ذاك الواحد، لا تكتبوا غير الواحد أيضا. إذن سأأخذ كل هذا العدد، 3 4 5 6 7. انظروا، لم أخذ الفاصلة، قلت احذفوها. ثم سأعود هنا، استكملت البسط. المقام، الآن أحتسب عدد الأرقام الموجودة قبل الفاصلة، 1 2 3. سأضع أصفارا على عدد أرقام الجزء العشري، 0 0 0، 1 2 3، 1 2 3. ثم ماذا؟ هل أضع 5؟ لا، أضع 1. لا، قلت لا تضع غير الواحد هنا. إذا وضعتم شيئا آخر يصبح الأمر كسرا عاديا وليس كسرا عشريا. حسنا، إلى هذا العدد
9,456. أول خطوة هي كتابة كامل العدد دون فاصلة، يصبح العدد 9,456. إلى المقام الآن، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي المقام، 1, 2, 3، 1, 2, 3، ثم ماذا؟ 1، وهكذا دواليك ببساطة شديدة. إلى الموالي، 3,456.10، اكتبها كاملة، 3, 4, 5, 6, 0, 10، ثم كم يصبح العدد؟ اقرأوا لي هذا، 3,456,010، فنقول 10. المقام الآن، 1, 2, 3، 1, 2, 3، ثم 1، ببساطة شديدة أحبتي، ولا تغيير في هذا ولا صعوبة. إلى الموالي، 2,370.1، ماذا أفعل؟ أكتبه كاملا هنا دون فاصلة، 2,3,7,0,1، ثم هنا سنكتب الآن المقام هكذا، لدي رقم 1، سأضع صفرا واحدة وأضع 1. إذا أكملتم كتابة عدد الأصفار ضعوا ذاك الواحد، وركزوا، إذا وضعتم رقما آخر هنا في آخر عمود غير الواحد، فاعلموا أن هذا الكسر لا يسمى كسرا عشريا. إلى الموالي، 0.17، ماذا نفعل؟ اكتبوه كاملا دون فاصل، وعندما تذهبون إلى المقام احسب 1, 2, 1, 2، أضع أصفارا على عدد أرقام الجزء العشري، ثم ماذا؟ 1. حسنا، كيف أقرأها؟ لا أقول 0.17، قلنا نحن أن الأصفار المتتالية من هذا الاتجاه غير مهمة، يعني هذا سيحذف، أقرأ فقط 17 على 100 ببساطة. الآن 0.02، ماذا أكتب؟ أكتبه كاملا دون فاصلة، 0.02، ثم ماذا؟ عد واحسب عدد الأرقام، 1, 2، سأضع صفرا وأضع الصفر الثاني، ثم ماذا؟ ثم أضع 1. حسنا، عند القراءة ماذا أقرأ؟ لا أقول 0.02 على 100، لا، هذه أصفار متتالية من هذا الاتجاه وقلنا أنها غير مهمة، أقرأ فقط 2 على 100 ببساطة. إلى المثال الموالي، 0.314، ماذا تفعل؟ اكتبها كاملة، ثم ماذا؟ عد واحتسب عدد الأرقام في الجزء العشري، 1, 2, 3، 1, 2, 3، ثم أكتب 1. إذن عندما أقرأ لا أقول 0.314، لا، هذا الصفر في هذا الاتجاه غير مهم، سأقرأ فقط 314 على 100. هل هذا واضح؟ على 1000 عفوا. حسنا، لدينا هنا 0.20، أكتبها كاملة، ثم ماذا؟ ثم سأعود وأحتسب عدد الأرقام، أضع أصفارا على عدد أرقام الجزء العشري، ثم أضيف 1. عندما أقرأ لا أقول 0.20، لا، هذا الصفر غير مهم، ولكن هذا مهم، لا تنسوا هذه عشرات، أقرأ فقط 20، هنا يمحى، 20 على 100. مثال آخر، 0.07، أكتبها كاملة دون فاصل، ثم عد هنا وأحتسب عدد الأرقام، لدينا رقمان، سأضع صفرا ثم أضع 1. عندما أقرأ أحبتي قلنا الأصفار المتتالية من هذا الاتجاه غير مهمة، أقرأ فقط 7 على 100، وهكذا دواليك إلى أن تتدربوا جيدا و تبهروا معلميكم وأصدقائكم في سرعة الإنجاز. أحبتي، إلى الجزء الموالي من هذه الحصة، وسنرى كيف نقارن. عندما نقارن قلنا أننا نستعمل أكبر أصغر أو يساوي ببساطة شديدة. حسنا، لدينا هنا عدد عشري وهنا عدد عشري، أول ما أفعله أن أغطي الجزء الصحيح، عفوا، الجزء العشري من كل عدد لدينا هنا، وأقارن الجزء الصحيح أولا. لدينا تطابق 13
وهنا 13، إذن سأنتقل إلى الجزء العشرين. انظروا، سأغطي الآن التطابق وانظر، لدي 12 و4، أيهما أكبر؟ 12 أو 4؟ حسناً، ببساطة شديدة هذا هو الأكبر. عندما تجدون تطابقاً في جزء ما، مروا إلى الجزء الثاني وطبقوا المقارنة. حسناً، نأتي إلى المثال الموالي، 634.17 وهنا 534.17. أول شيء ننظر إلى الجزء الصحيح، أغطي الفاصلة. لدينا هنا جزء عدد يتكون من 3 أرقام، وهنا عدد يتكون من 3 أرقام. حسناً، هناك تطابق إذن في عدد الأرقام. الآن نمر إلى مقارنة الأرقام بين بعضها. ننظر، هنا لدينا في مركز المئات، هنا لدينا 6 وهنا لدينا 5، من هو أكبر؟ 6. إذن لن أهتم بالبقية، ببساطة من لديه مئات أكبر هو الأكبر. أرأيتم؟ قارنوا أولا في الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح، قارنوا في عدد الأرقام، ثم إذا وجدتم تطابقا في عدد الأرقام، هنا يعني هنا 3 أرقام وهنا 3 أرقام، أو هنا 2 وهنا 2، مروا فيما بعد إلى مقارنة كل رقم مع صاحبه. إلى الموالية، لدينا هنا 514.09 وهنا 210.430. نغطي الجزء العشري، لا حاجة لنا به الآن. حسنا، هو مهم، لن نتخلى عنه طبعا. انظروا، هنا 3 أرقام وهنا 3 أرقام، هناك تطابق، إذن سنمر لمقارنة الأرقام بين بعضها. انظروا في مركز المئات، هنا 5 وهنا 2، من هو الأكبر؟ 5 طبعا. يعني إذا وجدنا اختلافا بسيطا نتوقف عند ذاك الحد. هنا 92.314 وهنا 59.010. انظروا، نغطي دائما الجزء العشري لأننا نبدأ دائما بهذا الجزء الصحيح. لدينا هنا 92 رقمان وهنا رقمان أيضا، سنقارن بين الأرقام فيما بينها. يمكن أن تقول 92 أو 59 أن تحتسبها كاملة، أو تقول مركز العشرات هنا فيه 9 ومركز العشرات هنا فيه 5، إذن 9 أكبر. لا أعلم لما جاءت كلها هذه أكبر، حصل لم أنتبه إلى الأمر، ولكن إذا تبينتم الطريقة لا بأس، غيروا الأرقام فيما بينها. حسناً، الآن لدينا 612.748 وهنا 239.5. انظروا، غطوا دائما الجزء العشري. لدينا هنا 3 أرقام وهنا 3 أرقام. حسنا، نمر إلى مقارنة الأرقام فيما بينها. هنا في مركز المئات دائما ننظر في المقارنة، ننظر إلى المركز الكبير، نبدأ من هنا وليس من الأحاد. حسنا، ولدينا هنا 6 وهنا 2، إذن 6 أكبر. حسنا، كما قلت لم أنتبه حقا أنها ستكون جميعا هذه الأكبر، لا بأس، ولكن هذه نفس الطريقة، طبقوها مع أمثلة أخرى إن شئتم. إلى هنا أحبتي نأتي إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية سلسلة الأعداد العشرية ككل كدروس دعم. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في دروس دعم جديدة وفي موضوع جديد. إلى اللقاء.